والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إطارات المديرية العامة لإدارة السجون، إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، نزيلات مؤسسة إعادة تربية وتأهيل على مستوى مؤسسة القليعة، أكيد ما ننساش إطارات وموظفي المديرية العامة لإدارة السجون والعاملات هنا على مستوى المؤسسة، وسط الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد بدعوة كريمة من السيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري لحضور هذه الاحتفالية الخاصة بعيد المرأة هنا بمؤسسة القليعة. أكيد أني ما كانش ممكن أني ما نلبيش هذه الدعوة، ولن لأني ابنة قطاع وزارة العدل، مصاري المهني كله كان في وزارة العدل، وأيضا لأني قضيت فترة طويلة كمديرة لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون. أكيد أولا هي مناسبة أني نحيي كل يعني العمل اللي تقوم به وزارة العدل وبالضبط المديرية العامة لإدارة السجون للتكفل بهذه الفئة الحساسة، هي فئة النساء النزيلات. وأكيد أن السيد المدير العام تكلم وحتى رئيس الهلال الأحمر على كل ما يعني الامتيازات الإيجابية اللي منحها القانون الجزائري بالنسبة لهذه الفئة، انطلاقا من يعني من تنفيذ اللي يبقى عقوبة الحبس كآخر ملاذ، وأيضا حتى قبل تنفيذ العقوبة ممكن تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت المرأة حامل، إذا كانت المرأة موضعة للطفل أقل من سنتين، وغيرها من الإجراءات. أنا دائما لما نتكلم مع الأطفال موجودين داخل مؤسسات عقابية ولا في أجنحة الأحداث ومراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث وحتى مع النساء، نقول لهم أنه كل إنسان معرض أنه يخطأ. أكيد أنه ما لازمش نعاود الخطأ، لما نخطأ مرة ما لازمش نعاود الخطأ، وهي فرصة لكم أثناء تواجدكم هنا أنه تحققوا الذات من جديد، لأنه البرامج اللي متوفرة برامج يعني تربوية تعليمية، برامج تكوينية، وكل البرامج المتاحة هي فرصة لكم أنكم تعودوا يعني ترجعوا إلى المجتمع بشيء بسلاح في يدكم، سلاح إما تعليم ولا تكوين ولا كل شيء تتعلموه هنا من إيجابيات داخل هذه المؤسسة. أقول لكم صحة عيدكم، كل عام وأنتم بألف خير، صحة عيد كل نساء الجزائريات، صحة عيد كل موظفات وإطارات قطاع السجون. أنا عارفة أنه المجهودات كبيرة اللي تقوموا بها وعملكم ما هو سهل، لكن إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا.